بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة الضحى. وافتتحت هذه السورة بهذا القسم العظيم من الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالنهار وبانتشار ضيائه، وكذلك قسم بالليل إذا جاء بظلمته، والضحى والليل إذا سجى. وبينا أن هذا القسم من الله سبحانه وتعالى بالزمان وبالأوقات تنبيها للعباد على أهمية الوقت، تنبيها للعباد على أهمية الوقت. هذه المرحلة أو الفطرة العمرية التي منحها ربنا سبحانه وتعالى الإنسان هي عبارة عن مجموعة من الأيام والليالي، مجموعة من الأيام والليالي، فكان فيها التنبيه على النهار وعلى الليل، فإن انسل النهار بالإنسان فلا ينسل منك الليل، تنبيه. وهناك عبادات يقوم بها العبد بالنهار، وهناك عبادات يقوم بها بالليل. والعبد سواء كان بالليل أو النهار فهو عبد لله سبحانه وتعالى، فهو عبد لله سبحانه وتعالى، فما ينبغي أن تنسل منا هذه الأوقات دون أن نقوم بتعميرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما ودعك ربك وما قلى، فالله عز وجل لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهمل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وكان السبب أن الفطر، أن الوحي لما فطر عن النبي صلى الله عليه وسلم فطر فطرة، يبقى جبريل عليه السلام لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فطرة، فعلى ذلك استغل الكفار هذه الفطرة ثم قاموا بهذه الحرب المعنوية على النبي صلى الله عليه وسلم، أن ربه تركه، أن ربه أبغضه، فعلى ذلك حرب معنوية. ونجد أنهم يستغلون يستغلون الفرص للقيام بتحطيم نفسية المسلم، ده حال الكفار دوما، يعني في سعي دائم إلى حرب المسلم وتحطيم نفسية هذا المسلم. فعلى ذلك نقول أنهم كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما فطر عنه الوحي بدأوا يتكلمون بهذا الكلام، أن رب محمد صلى الله عليه وسلم قد تركه، أنه قد أهمله، قد أبغضه، إلى غير ذلك. فتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: ما ودعك ربك وما قلى، يبقى تنبيه إلى أهمية ذلك الأمر، ولا تأثير ولا أثر لهذا الكلام الباطل السيء من المشركين في نفوس المسلمين. يعني أنت عبد لله سبحانه وتعالى، عبد، فالمسلم يبتلى، فإذا ابتلي ذلك المسلم عند ذلك يحاولون التشنيع ويحاولون تحطيم نفسية المسلم من الداخل، أن هذا غضب من الله عز وجل، هذا سخط من الرب سبحانه وتعالى، وهكذا. ده الحال، قلنا لأن عندهم معايير مغلوطة ومعايير مقلوبة، يزنون الأمور بالدنيا. يبقى إن كان ربنا سبحانه وتعالى وسع على الإنسان المعايش في الدنيا يظنون عند ذلك أنها كرامة، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى ضيق المعايش على الإنسان يقول عند ذلك أن هذا من سخط الله عز وجل على الإنسان. ولكن كما بينا في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنا. كلا، دي معايير مغلوطة بهذه الصورة،
ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها ربنا سبحانه وتعالى إلا لمن أحب. فإذا ضيق علينا ربنا سبحانه وتعالى العيش في الدنيا، ولكن وسع الله عز وجل عليك في الطاعة، يبقى تضييق العيش في الدنيا، لكن الله تعالى وسع عليك في الطاعة ووفقك إلى طاعته. هذه علامة الرضا، علامة الهدى. يبقى علامة الهدى أن الله عز وجل وسع صدر ذلك الإنسان لاستقبال الدين، ومن علامة الهدى أن الله عز وجل وفق ذلك الإنسان إلى طاعته. هذا هو الميزان، يعني هذا هو الميزان. لكن بموازين الدنيا نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. فبينا أن الله تعالى قد أعطى لقارون يعني مالا عظيما، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة. يبقى نقول خزائن أو مفاتيح الخزائن يبقى ثقيلة على مجموعة من الناس الأقوياء. وهذا قارون كان كافرا، ربنا سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض. فعلى ذلك نقول كان قارون له منزل عند رب سبحانه وتعالى؟ لا، الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تنشغل. يبقى هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. يبقى يظن الإنسان أن عطايا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا علامة على منزلة هذا الإنسان، وأنه له منزلة ومكانة عند ربه. نقول لا، يعني رب سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من حب من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من حب. يبقى المقياس عندنا والميزان إذا وفق ذلك العبد إلى طاعة الله عز وجل. هذا عطاء، يعني ما تعودون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، غنى القلب. هذا هو الغنى الحقيقي، يعني بيتكلم على الغنى العرفي. ده الغنى العرفي اللي احنا نعرفه. يبقى لما يعطى الإنسان من أصناف وألوان المال، هذا رجل غني عرفيا، لكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، غنى القلب، غنى الإنسان في معرفته برب سبحانه وتعالى، غنى الإنسان في طاعته لله سبحانه وتعالى، في استقامته على أمر رب سبحانه وتعالى. وبالتالي بنجد أن الكفار عندهم معايير مغلوطة ومعايير مقلوبة، وكذلك يستغلون أمثال هذه الأمور لتحطيم نفسية المسلم. لكن المسلم لما يكون عارف بالسنة الكونية، عارف كيف يزن الأمور، عند ذلك لا تأثير لأمثال هذه الكلمات في نفسه. فربنا سبحانه وتعالى قال رسوله ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى. لهم الدنيا ولنا الآخرة. الدنيا جنة المؤمن، جنة الكافر وسجن المؤمن. الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا، وكان يقول مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، كإنسان كده نام نومت القيلولة تحت شجرة ثم مضى. أدي الدنيا، وبالتالي مالي وللدنيا. نحن لم نخلق للدنيا، ولكن ما خلقنا إلا للآخرة، والدنيا خادمة الأمر الآخرة، خادمة. يبقى كيف ننظر للدنيا؟ الدنيا خادمة، معبر نعبر بها إلى الآخرة، نستزيد من الدنيا بهذا الزاد الذي نلقى عليه ربنا سبحانه وتعالى، زاد يشفع لك عند ربك، زاد ينجيك من عذاب ربك سبحانه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيه في الدنيا والآخرة. إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وأنحر، إن شانئك هو الأبتر. ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. يبقى عطاء عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم كان التذكير بنعم الله، وده يتطلب الإنسان أن يتذكر، يعني يجلس مع نفسه ويخلو مع نفسه ويقتطع من وقت أتذكر ما أنعم بي علي ربي سبحانه وتعالى من النعم. قلنا مع سرعة الحياة وسرعة مرور الأوقات، الإنسان ليس عنده وقت يقف هذه الوقفة مع نفسه ويخلو بينه وبين نفسه لكي ينظر إلى عطايا رب سبحانه وتعالى ونعم الرب علي. قلنا لأن الإنسان لما بيألف النعم بينسى، هو بيبحث عن الجديد من النعم، هو يعني ينغمس في نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، ولكنه لا يراها،
لكن نجد نقول أن المؤمن يقف وقفة ثم بعد ذلك ينظر، ينظر إلى نعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا. فالله تعالى يذكرنا كيف ننظر إلى النعم، يعني نحن نعلم يقينا أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ولو قام الإنسان بعدها لعجز عن ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنك لا تقف ثم تعدد جانب من تلك النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك. فالله تعالى يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه النعم، ودي تذكير الأمة بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، وإلا كيف أقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمي وأنا لم أرى النعم؟ كيف أشكر ربي سبحانه وتعالى؟ هيبقى عندنا نوع من أنواع الخلل. يبقى كيف أقوم في مقام الشكر؟ يبقى ده يتطلب أن أقف أولا على نعم الله سبحانه وتعالى علي، على نعم الله سبحانه وتعالى علي. وكل نعمة لابد أن تقابل بالشكر والعبودية، أعترف الاعتراف القلب والثناء على رب سبحانه وتعالى باللسان، وكذلك استعمال تلك النعم فيما يقرب العبد من رب سبحانه وتعالى. لا تستعين بهذه النعم في معصية الله، ولكن نستعين بهذه النعم في مزيد من الطاعات. فالله تعالى يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضلا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ يبقى ده بيتطلب أن أنا أنظر إلى حالي. ألم يجدك يتيما فآوى، فالله عز وجل هو الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك كان يتيما، واليتيم هو من مات أبوه، يعني اليتم بيبقى من جهة الأب. ألم يجدك يتيما فآوى، فالله عز وجل هو الذي رعاه. يعني احنا مرت علينا الآيات أن الله تعالى لما تقبل مريم فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، يبقى رعاية الرب سبحانه وتعالى. يبقى امرأة عمران لما نظرت في بطنها وكانت بعد ذلك أنثى، فعلى ذلك طلبت من ربها سبحانه وتعالى أن يقبل منها ذلك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. انظر بقى رعاية الرب سبحانه وتعالى لمريم. وحنجد أن مسألة اليتيم يعني في توجيه وإرشاد من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون الإحسان إلى اليتيم الإحسان، وكما نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم كهاتين، وقارن بين السبابة والتي تليها، يعني أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. يبقى على ذلك ده فيها الحث والتحريض على كفالة الأيتام. ومرت إحنا علينا الآيات في سورة كلا بل لا تكرمون اليتيم، والآيات ستأتي في سورة المعون: أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم. فحنجد الآيات فيها الحث والتهديد والوعيد لمن آذى يتيما، لمن آذى يتيما. فربنا سبحانه وتعالى توعد من آذى ذلك اليتيم، يعني توعده بهذا العذاب وهذا التهديد. فألم يجدك يتيما فآوى، فالله تعالى هو الذي آواه، الله عز وجل هو الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه وصانه وحفظه، وعلى ذلك كفله هذه الرعاية سواء من جدي أو من عمه حتى وصل إلى تلك السن، وربنا سبحانه وتعالى منحه الرساء. ووجدك ضلا فهدى، يبقى وجدك ضلا فهدى، إحنا جميعا كنا ضلالا فهدانا الله سبحانه وتعالى، يعني ما كان لنا علم ولا معرفة، فالله تعالى هدى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا مرت علينا الآيات في خواتيم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعله الله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني انظر إلى هذه المنن، الطريق المستقيم لا يعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق؟ يبقى وجدك ضلا فهدى، الله عز وجل والذي هدى رسوله صلى الله عليه وسلم واكتباه واصطفاه، والله عز وجل والذي أرسله إلى الناس جميعا كما استمع الآيات: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى رسول رب العالمين، وبالتالي يعني من أين أتى بهذا العلم وهذا الإيمان؟ من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم من باب الامتنان: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كانش لنا سابق معرفة، وبالتالي يا ترى الثقافة دي وهذه المعارف من أين أتينا بها؟ من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله عز وجل يذكرنا بهذه النعمة أنه قد امتن علينا بإرسال الرسول لكي يخرج العباد، يخرج هذه الطائفة المؤمنة من الظلمات إلى النور. قد أنزل الله عليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا عن الصالحات من الظلمات إلى النور. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا قبل ذلك، قبل المعرفة دي كنا في ضلال، قبل أن نمنح ذلك النور والهداية من الله سبحانه وتعالى أين كنا؟ كنا في ظلمات، كنا في ضلال مبين. كما أرسلنا رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وحتأتي الآيات في سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى علم الإنسان ما لم يعلم، يبقى الإنسان يبقى كان جاهلا، خرج من بطن أمه لا يجيد القراءة ولا الكتابة وليس له دراية ولا معرفة لا بمهنة ولا حرفة ولا بأي شيء. وبالتالي أنت الآن صاحب حرفة، صاحب مهنة، أنت الآن تجيد القراءة والكتابة، أنت الآن تتعلم من كلام ربك سبحانه وتعالى. من أين أتيت بذلك؟ يعني أي الطرق سلكت حتى وصلت إلى هذه المعرفة؟ لولا أن الله تعالى والذي هدانا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ووجدك ضالا فهدى، يبقى الهداية من الله سبحانه وتعالى، هدانا الله عز وجل إلى طاعته. ولذلك أهل الإيمان، أهل التقوى الإيمان والراسخون في العلم كان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اعتراف، يبقى لابد أن احنا اعترف بنعمة الله عز وجل علينا، نعمة الهداية، أن الله عز وجل وفقنا إلى هذا الدين الذي ارتضاه لعباده. هل فعلا نحن بنشعر من الداخل بهذه المنة والنعمة؟ يعني كفى بها نعمة أن الله تعالى اصطفاني على الدين الذي ارتضاه لعباده؟ هل فعلا نحن بنشعر بذلك؟ لابد أن يكون هناك الشعور من الداخل أن الله تعالى هدانا إلى هذا الدين الذي ارتضاه لعباده من غير حول منا ولا قوة، ما بذلناش مجهود، ولكن ده كله اصطفاء واكتباء من الله سبحانه وتعالى. اصطفانا على الإسلام، اصطفانا على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده، وكان من منته سبحانه وتعالى أن هدانا لهذه المعارف ولكي نتعلم من كتابه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حبب إلينا الإيمان وزين ذلك الإيمان في قلوبنا من غير حول منا ولا قوة، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، كل ذلك بحوله وقوته، إن حتى نعرف هذه المنة من الله تبارك وتعالى علينا. لذلك المؤمن لما يزداد معرفة يزداد تواضعا وانكسارا بين الله سبحانه وتعالى. ليه يزداد تواضع وانكسار؟ لأنها منن الرب سبحانه وتعالى، توجب على العبد الشكر. يعني من أين أتينا بها؟ لولا أن الله تعالى قدر ذلك ووفقنا إلى ذلك ويسر لنا السبيل ما كنا نستطيع أن نصل إلى معرفة حرف واحد. ولكن يعني هذه الكتابة وهذه القراءة، القراءة في كتاب الله عز وجل، القراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى كلام الله عز وجل، نستمع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نوفق إلى التطبيق
لهذه النصوص من الكتاب والسنة، كل ذلك بفضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى الله عز وجل له الفضل والإنعام والإحسان، والعبد لا يرى لنفسه فضلا ولا إحسانا ولا إنعاما على غيره، ولكن هذا الفضل يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وجدك ضلا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أغناك، يعني أغناك عن سؤال الناس، يعني ليس بالحتم لزوم الغنى معناها كثرة ذلك المال أو زيادة المال، ولكن الله تعالى أغناك عن سؤال الناس، أغناك. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني أقول على ذلك على قدر ما يحتاج، لا في زيادة ولا في نقصان. النقصان هيجعل الإنسان ينشغل، والزيادة أيضا ينشغل، انشغل بالزيادة وانشغل بالنقصان. لا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني على قدر الحاجة. فالله عز وجل أغناك عن السؤال، أغناك. وإحنا تعلمنا كده، وإذا سألت فاسأل، فاسأل الله، يعني لا تسأل غير الله عز وجل، ولكن قلبك يعلق بربك، وأعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه القلوب، هو الذي يصرف القلوب. فإذا سألت فاسأل الله عز وجل، ولا تتوكل على غيره. لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير. لو الطير ده لا صاحب مهنة ولا صاحب صنعة ولا عنده أراضي زراعية ولا غير ذلك، يعني كيف يرزق؟ ربنا سبحانه وتعالى ما خلق من دابة إلا وتكفل برزقها، إلا وتكفل برزقها. بس المسألة محتاجة إيمان، قلنا أن التوكل على الله دي ثمرة الإيمان، محتاجة الإيمان عميق يرسخ داخل النفس ويغرس غرسا داخل النفس. والعبد لا يرى إلا هذا الطريق الموصل إلى رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يذكرنا بنعمته، نقول لماذا في مقابل، قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. نتعلم كيف نتعامل مع الخلق بصفة عامة، ومع الضعفاء بصفة خاصة. المطلوب أن نتعامل مع الناس جميعا بخلق الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى ده نتعامل مع الناس صفة عامة بهذا الخلق، خلق الإحسان. الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إحسان ده خلق، خلق ينبع منه التصرفات الإنسان، يعني ده مش هي مواقف، الإحسان ده مش مواقف، ده الإحسان خلق، خلق هيئة راسخة داخل النفس يصدر عنها الأعمال والسلوكيات. فلو خلق الإحسان تربى عليه الإنسان من الداخل، رأينا ذلك في سلوكيات الإنسان، حتى مع الحجر، حتى مع الشجر، حتى مع الحيوان، حتى مع الكافر، يبقى خلق الإحسان. وهذا ما بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب لنا هذه الأمثلة، إن الله كتب الإحسان لكل شيء، وبعد ذلك قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم أرانا كيف نحسن الذبحة، يبقى ده شاة هنقوم بذبح هذه الشاة، لكن في إحسان، يبقى تريح الشاة وتحد الشفرة، يبقى تريح الشاة كما قال وكذلك تحد الشفرة، يبقى ده إحسان. حتى في ذبح هذه الذبيحة خلق الإحسان، يبقى هيئة راسخة داخل النفس، وبالتالي يصدر من خلالها الأفعال. فلذلك الله عز وجل أمرنا بالإحسان، نقول الإحسان مع الحيوان، الإحسان مع الجماد، الإحسان مع الإنسان، يعني حتى لو كان كافرا. ونحن مرت علينا الآيات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ده أسير كافر أهو، ولكن كيف تحسن إلى ذلك الأسير بتقديم الطعام، يعني أنت تقدم له ذلك الطعام. فعلى ذلك صورة إحسان. وربنا سبحانه وتعالى كما يقول فأما اليتيم فلا تقهر، يبقى المقابل، مقابل النعم، يبقى وأحسن كما أحسن الله عليك، يعني نقول كده وأحسن كما أحسن الله عليك، أحسن الله عز وجل إليك في حياتك، تذكر نعم الرب عليك سبحانه وتعالى. وإحنا مرت علينا الآيات كده، يعني فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكنا ذا مطربة. يبقى بيأكد على حقوق الضعفاء،
وعلى السعي الدائم لإزالة حاجة المحتاجين خاصة من الضعفاء. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. يبقى حتى لو أردت رد هذا المسكين فلترد المسكين بإحسان بكلمة طيبة، لا تنهره أبدا ولكن بكلمة طيب. خلق هذا خلق، يعني هذا خلق، يبقى الخلق دايما كده يبقى لا يتجزأ، يبقى هذا خلق الإنسان. نقول مع الفقير ومع الغني، مع المؤمن مع الكافر، مع الإنسان مع الحيوان مع الجماد، يبقى ده خلق الإحسان لأنها هي راسخة داخل النفس وبالتالي يصدر منها الأفعال. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. تتحدث بنعم الله عز وجل، مش معنى كده تجلس في مجلس ثم تقول أن الله أنعم علي بكذا وكذا، ولكن وأما بنعمة ربك فحدث، أن يرى أثر هذه النعمة عليك، وكذلك أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، تستعين بنعم الله عز وجل على طاعته، على طاعته. وأما بنعمة ربك فحدث، كيف أشكر ربي سبحانه وتعالى على ما أنعم به علي. ولذلك سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، يعني كيف قابل قول النملة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، وماذا قال؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى انظر بقى قبل الأمر ده إزاي، ما فيش زهو وما فيش كبر، لا. يبقى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، وبالتالي مباشرة ماذا قال؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله تعالى كما قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ده شعاره، يبقى شعار المسلم أنا مسلم، يرفع هذه الراية، يبقى ليست راية مرفوعة كده بالكلام ولكن بالقول والفعل والسلوك، بالقول والفعل. المسلم مميز في كلامه، مميز في فعله، مميز في سلوكياته، يبقى هذا هو المسلم، يبقى مسلم سلوكيا، نرى ذلك ويحكي هذا الإسلام من خلال التطبيقات. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأما بنعمة ربك فحدث، يبقى كيف نثني على الله عز وجل بذلك؟ يبقى القلب يعترف بنعم الله عز وجل عليه، واللسان يلهج بذكر رب سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل، وكذلك تعمل الجوارح بنعم الله سبحانه وتعالى تقربا إليه وتعمل بطاعته. الصورة التي تأتي بعد ذلك هي صورة الشرح، أيضا هذه الصورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى في بيان هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على رسوله، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يبقى هذه منن الرب سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منا امتن الله عز وجل بها على رسوله هي منا على أمته، هي منا على أمته. وفي الحقيقة ألم نشرح لك صدرك، فالله عز وجل شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وشرح صدور العباد للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يهيب هذه منا. لما تجد سعة في صدرك وإقبال كده على هذا الدين، وإقبال على معرفته، وإقبال على النصوص من الكتاب والسنة، وإقبال على التفعيل، يبقى رب سبحانه وتعالى هو الذي شرح صدرك، هو الذي هداك لهذا الطريق المستقيم. ألم نشرح لك صدرك؟
فمما امتن الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه وسع صدره لهذه الشريعة والدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك شرح الله عز وجل صدور المسلمين. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين، من علامة الضلال قسوة القلب، ومن علامة الهدى هو سعة الصدر وانشراح الصدر لقبول ذلك الدين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ فربنا سبحانه وتعالى غفور، والذي يغفر الذنب، والله تعالى غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله تعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفيها بيان أيضا كيف ينظر المؤمن للسيئة أو للذنب. المسلم أو المؤمن لا يستهين أبدا بمعصيته ولو كانت حتى من الصغائر. كيف يرى المؤمن الذنب أو المعصية؟ يراها كالجبل، يعني يخشى أن تقع عليه. يبقى بيرى الذنب يعني كالجبل، يخشى أن يقع عليه، ولذلك لو أذنب ذنبا عاد وتاب ربي من قريب، وكذلك كان ملازما بين الاستغفار والتوبة، لا ينسى أبدا ذلك الذنب، لا ينسى، فتجده يلازم بين الاستغفار والتوبة. المنافق كيف يرى الذنب؟ كذباب وقع على أنفه ثم قال له هكذا، يعني أمر هين، أمر هين، بيستهين بعصية الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم لا يستهين، قد تزل القدم، قدم المسلم، والمسلم معرض لذلك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ده الكلام ده كان على أهل التقوى، لما قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل هم يعلمون. يبقى يعلم أن ربه سبحانه وتعالى غفور رحيم. أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى علم عبدا أنه رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى علم عبدا أنه رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم أذنب ذنبا وقال رب اغفر لي ذنبي، قال الله تعالى علم عبدا أنه رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اشهدوا فإني قد غفرت له فليعمل فليفعل ما شاء. فانظر العبد يذنب الذنب لكن لا يأس من رحمة الله، أن ده عبد ضعيف، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات بنقرأ كده والله يحب التوابين، يعني نقول على ذلك يعني أمل ورجاء، أمل ورجاء. ربنا سبحانه وتعالى يحيي ذلك الأمل في نفس المؤمن حتى لا يائس ولا يقنط من رحمة الله، ولا يكون هناك مجال للشيطان أن يائس هذا الإنسان من رحمة الله عز وجل. فلهو أذنب ذنب، على ذلك نقول عود وتوب إلى ربك سبحانه وتعالى، عود وتوب من قريب، وبالتالي تظهر الندم والتأسف وتظهر إن العزم على عدم العود، وبالتالي تسير في طريق التائبين وتتبع ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أن ربي الذي أعبده يغفر الذنب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، والذي ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يبقى المؤمن كيف يرى الذنب؟ ما بيستهنش حتى لو كانت من الصغائر، يستهنش من أنش الصغيرة دي بتكفر عن طريق الحسنات الماحية، أو هذه مصائب مكفرة للذنوب، هو لا ينظر هذه النظرة، ولكن يعني هو أذنب ذلك الذنب فيظهر الندم والتأسف، وبالتالي في المقابل بيستزيد من الأعمال الصالحة حتى لو كانت من الصغائر. لا يرى ذلك هذه صغيرة وهذه كبيرة، هذه ذنب ومعصية، يعني المسلم يرى دي صغيرة وهذه كبيرة، وبالتالي يتألم من الكبيرة ويتألم من الصغيرة. نقول لا، الصغيرة عنده كالكبيرة، هو أذنب ذلك الذنب وقصر في حق الله سبحانه وتعالى، فماذا يصنع؟ يبقى كان منه التوبة والاستغفار والاستقامة على أمر ربه، وأن يستزيد بالأعمال الصالحة، ويعلم يقينا إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يبقى نقول إن الذنب ده يعني ثقيل على عاتق وظهر ذلك المؤمن، يعني يخشى حاله زي الجبل كده، لما أذنب ذنب كأنه حمل على عاتقي وظهري جبلا، فعلى ذلك ثقيل ولا يستهين ولا يتهاون بذلك. حتى لو زلت القدم وقع في ذلك، الإنسان معرض لما بتتوافر دواعي المعصية تزل القدم. توافرت دواعي المعصية، احنا دايما نتذكر الصحابة رضي الله عنه، معز بن مالك الأسلمي هذا صحابي رضي الله عنه وقع في هذه الفاحشة، كيف وقع؟ توافرت دواعي الأمر ثم زلت القدم. لكن انظر إلى حاله بعد الذنب، بعد الذنب هل استهان بذلك أو لا؟ هل هناك بينة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشهد عليه بهذه الواقعة؟ أبدا، ده هو اللي جاء وأقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يرد ماعز ولكنه أصر إصرارا، أصر إصرارا، قلنا ده إقراره على نفسه وإصراره ده يكلفه حياته، يعلم كده أن العقوبة فيها أنه يرمى بالحجارة حتى الموت، يعني يرمى بالحجارة، يعلم أنه هيحكم عليه بالإعدام ومع ذلك أصر على ذلك. نقول يا ترى يعني كيف وقع في ذلك؟ ضعف، الضعف البشري، يعني لولا أن الله عز وجل وقاك من ذلك الأمر يبقى على ذلك يقع إنسان. وقيم السيئات ومن تق سيئاتهم إذن فقد رحمته، ده كان من دعاء الملائكة للطائفة المؤمنة. يبقى انظر الملائكة يدعون للمؤمنين أن الله عز وجل يسد عليهم ذلك الباب. وقيم السيئات، يعلمون ذلك بأمر الرب سبحانه وتعالى وبيد الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لما وقع في هذا الأمر فلم يأس من رحمة الله وجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك على نفسه، وإقراره يكلفه أنه هو يرمى بالحجارة حتى الموت. لكنه لم ينظر إلى ذلك، كل همه أنه عايز يتطهر من ذلك الذنب، همه كله شغله أنه يتطهر من ذلك الذنب. وده أمر الغامدية، امرأة، يعني امرأة، ومع ذلك انظر المرأة دي لما نتصور حالها، يعني ده حالها يعني ان زنت وحبلت من الزنا وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانت مصرة، أتريد أن تردني كما رددت معزا؟ إني والله لا حبل. طب لما تضع الحمل، وضعت الحمل وجاءت تحمل ذلك الصبي، يذهب حتى تفطميه يعني لغاية لما يعني يكبر شوية، وبالتالي جاءت حتى وهو يحمل كسرة من الخبز. يعني انظر بقى إلى الإيمان كيف يفعل، رغم أنها فعلت فاحشة ولكنها على ذلك أرادت أن تتوب إلى ربها سبحانه وتعالى، وكانت مصرة على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن قدامها فترة زمنية قد تتراجع يعني، وبالتالي لن تطلب لو تراجعت، ولكنها جاءت وقالت أنها حبلى من الزنا. طب حتى تضعي، جاءت وقد حملت ذلك الطفل، هذا هو الطفل، قد ولد الطفل، قال ردها حتى تقوم بفطامه، فعلى ذلك أتت ويحمل كسرة من الخبز. فتصور يعني هذه امرأة أرادت حقا أن تتوب ربها سبحانه وتعالى وأن تتطهر من ذلك الذنب. والله يحب المتطهرين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى كان مذنبا ثم أتى بسبب يجلب عليه، سبب من الأسباب التي يكون محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى. ورفعنا لك ذكرك، الثناء الحسن، فلا يذكر رب سبحانه وتعالى إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده ركن واحد، ركن واحد. يبقى ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا بنطق للشهادتين. طب بنطق للشطر أول لا يصلح، حتى ينطق الشطر الثاني، يشهد بالنبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، فهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن أيضا مرفوع الذكر، المؤمن أيضا مرفوع الذكر، إذا أردت أن تذكر في أهل السماء، إذا أردت أن يذكرك الله عز وجل فلتذكر ربك، يعني أنت تذكر في السماء. يبقى نقول هذا المجلس، يبقى المجلس ده في ملائكة تحف هذا المجلس بأجنحتها إلى السماء الدنيا، ولو انتهينا من المجلس تعرج هذه الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. والله عز وجل يسأل الملائكة عن عباده، عن عيلينا، عن أصحاب المجلس،
يعني كيف وجدتم عبادي وبما ماذا يطلبون وبما يستجرون إلى غير ذلك. فالله عز وجل يسأل عن عباده الذين اجتمعوا في مجلس من مجالس الذكر، مجالس الذكر. هذه مسألة. والأمر الآخر يعني أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. هذه مسألة. وكذلك العبد لما يأخذ بأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل فيكون محبوبا عند ربه، فالله تعالى ينادي على جبريل: يا جبريل إني أحب فلان. تخيل ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا العبد المؤمن باسمه إلى جبريل، وينادي جبريل خاصة عليه السلام لكي يقول إن يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل وجبريل ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه. تخيل بهذا العبد المؤمن محبوب عند، مذكور عند أهل السماء ومحبوب عند أهل السماء، ثم يوضع على القبول في الأرض، يوضع على القبول. ماذا صنع هذا الإنسان؟ ماذا صنع؟ آمن واستقام على أمر ربه. يعني ماذا صنع؟ آمن واستقام على أمر ربه سبحانه وتعالى، وعلى ذلك أتى بكل سبب من الأسباب الجالبة لمحبة ربه سبحانه وتعالى. يبقى رفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الرب سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يدخل هذا الإنسان إلى الإسلام إلا بنطقه للشهادتين، ده بالإضافة إلى عبادات كثيرة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبقى إذا كان هناك عسر فأبشر، فسيأتي ذلك اليسر كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، وأن مع العسر يسرا. يبقى اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. لما يشتد الكرب يبقى سيأتي الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى، سيأتي الفرج. وإن مع العسر يسرا، يبقى لا يغلب يسري من عسر واحد، فربنا سبحانه وتعالى تكفل بذلك: إن مع العسر يسرا. يبقى لما تشتد يبقى مفيش يأس، يبقى أنت تعلم أنها لابد أن يفرج ذلك الكرب، لابد أن يفرج ذلك الكرب. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى ده وعد من ربك سبحانه وتعالى، وعد الله عز وجل لابد أن يتحقق لا محالة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إيه المطلوب مني؟ ما هو المطلوب؟ فإذا فرغت فانصب. يبقى أول ما أفرغ من متطلبات حياتي يبقى على ذلك تقوم منتصب القامة بين يدي الله سبحانه وتعالى تناديه. يبقى الإنسان كده يعني لا تعمل في الدنيا وتنشغل بها عن الآخرة، ولكن لابد يكون في توازن في حياة الإنسان، في توازن. ساعات انشغال الإنسان بالليل والنهار بالدنيا انشغاله، وبالتالي لا يعطي الآخرة إلا فتات الوقت، يعني فتات، لو تبقى فتات هيصرف ذلك الفتات للآخرة. لا، فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من متطلبات حياتك فعلى ذلك فلا بد أن تقوم منتصب القامة بين يدي الله سبحانه وتعالى تناديه، وإلى ربك فارغب، تظهر هذا الإقبال على ربك سبحانه والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وما تظنش كده أن الفراغ ده يعني فلان ده ظالم لنفسه، لماذا يجلس على المقهى أو أنه يعني بيهدر هذه الأوقات. لا، ده هي لابد من نظر الإنسان إلى نفسه. لو الإنسان نظر كده من بداية استيقاظي إلى يعني نومي هنجد أن إيه، يبقى دي الأوقات، دي أوقاتي، أدي الوقت أهو اللي أنا كنت مستيقظ فيه. هتجد لو إحنا فتشنا هنجد أن هناك أوقات مهدرة، أوقات مهدرة. هذه أوقات إحنا بنراها قليلة لكن مجموعها تجد كثير. إحنا ممكن نستهين كده بخمس دقائق، نستهين فخمس دقائق دي لا تساوي شيء، بس خمس دقائق وخمس دقائق وخمس دقائق هتجد أنها مجموع الدقائق دي ممكن تصل إلى 60 دقيقة، يعني ساعة كاملة من 24 ساعة. لكن هي لما أتت مجزاة لم نراها، لم نراها.
لم نراها. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر هذه الأمة من صغائر الذنوب قال إنما النار من مستصغر شرر، قال إن النار دي العظيمة أول إن إحنا بنشوفها دي مستصغر الشرر. عود كبريت كده، ماذا يصنع هذا العود؟ عود كبريت ده عود كبريت واحد أهو، ولكن تقاد به يعني حرائق هائلة ونيران مستعرة، ده بعود كبريت. إنما النار من مستصغر الشرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب لذلك مثلا لما أمر الصحابة أن كل منهم يأتي بحطب، يعني حطب بحاجة بسيطة جدا، لكن لما اجتمع فأوقد عليه النيران. فعلى ذلك ما تستهينش أبدا، يعني حتى نقول لو أهدر الإنسان خمس دقائق في اليوم، خمس دقائق دي تساوي كام؟ تساوي كام؟ يبقى خمس دقائق نقوله فيها خمس تسبيحات، عشر تسبيحات، يعني التسبيح خير من الدنيا وما فيها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير من الدنيا ما فيها. والدنيا زائلة، الحسنة لا تزول، لا تمحى ولا تزول. فعلى ذلك تخيل خمس دقائق كم من الممكن أن أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي أعلى، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. فكم ممكن أقول خمس مرات في خمس دقائق؟ تخيل كل يوم يعني خمسة، هذه في 30 يوم بمئة وخمسين، والحسنة بعشر إيه أمثالها. وأنا لا أعلم أي الحسنات سيثقل بها الميزان، وبالتالي المسلم لا يزهد في حسنة، لا يزهد. إهدار الوقت ده معناها زهد في الحسنات، إهدار الإنسان للوقت معناها الزهد في الحسنات، لأن هذه اللحظات كان من الممكن أعمل هذه اللحظات بطاعة ربي سبحانه وتعالى، بطاعة ربي، وبالتالي أرتب الفم بذكر الله سبحانه وتعالى، أرتب الفم، ترتيب الفم يكون بذكر الله سبحانه وتعالى، أن توفق إلى ذكر ربك سبحانه وتعالى. والله عز وجل يلهم ذلك العبد التسبيح والتحميد والتهليل والتقديس لله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك هذه من الرب سبحانه. فأنا لو فتشت في وقتي كده حاجد كده أن أنا يعني مغبون في هذه الأوقات، أوقات أهدرت مننا. نقول على ذلك دقائق، حتى لو كانت دقائق، حتى طب الدقيقة دي لماذا انسلت منك دون أن تعمر هذه الدقيقة بطاعة ربك؟ يبقى أقول اللهم صل على محمد، أقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما تنظرش إلى غيرك دايما كما بينا كيف أقرأ النصوص. القضية كلها في قراءتنا للنصوص، إحنا بنقرأ النصوص ثم يتم إنزال النصوص على الآخرين. لا، أنا ما بتعامل مع النص ده، النص ده موجه إلي أنا خاصة دون غيري. فلو أنا قرأت النص ده قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يبقى ماذا أصنع؟ احنا يعني كما ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقف لغاية هنا وبعدين نقل الكلام ده للناس، لا ترجمها لنفسه مباشرة، قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يبقى ترجمة مباشرة، يبقى كأنه يا ابن عمر، كأنه بيوجه كده، قال لنفسي يا ابن عمر انتبه، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يبقى ده ابن عمر بيوجه الكلام لنفسه، ليه؟ لأنه هو يعني بنتعلم الصحابة كيفية الاستقبال الجيد للآيات أو النصوص. فكذلك نعمتان يبقى ده موجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلي خاصة دون غيري، فيطرى أنظر إزاي؟ فكان تنبيه وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، إياك وإهدار الأوقات، إياك وإهدار اللحظات، إياك وإهدار الساعات والدقائق، ماذا أصنع فيها؟ فأنا أفتش كده في يومي، أفتش في اليوم فين الحاجات المهدرة، فين الأوقات الدقائق المهدرة. فعلى ذلك يبقى وقفت على دقائق هنا وهناك، فمجموع الدقائق ممكن تمثل جزء من الزمن، جزء معتبر من الزمن، ولكن لما أتت متفرقة استهنى بها، ما أتت متفرقة زي إنسان بيفعل صغائر، فدي صغيرة يعني، ودي صغيرة ودي صغيرة، لكن طب مجموع الصغائر دي، مجموع الصغائر تجتمع إنسان فتورد المهالك. فعلى ذلك يبقى ممكن أكون أنا مغبون في هذه النعمة، مغبون. الغبن جاي إزاي؟ في
تقليلي من شأن اللحظات دهيت، تقليلي، فده يتطلب ان انا فعلا اقف ثم انظر ايه الاوقات المهدره. احنا قلنا تخيل كده الدقيقه الواحده هقول فيها سبحان الله، ده هقول اكتر من كده بس تخيل كده، هقول سبحان الله، اقول الحمد لله، او لا اله الا الله، او لا حول ولا قوه الا بالله. ده ترتيب، اولا ده ترتيب للسان، ترتيب كده يعني ذاق طعم الايمان، ده انت حتى تذوق طعم حلو اساسا لا ينقطع في حلقك وفي قلبك. ده بالاضافه ان هي الدنيا بحذافيرها لا تقوم امام تسبيحه، لا تقوم امام تسبيحه، ونقول دي بقيات صالحات. التسبيحه دي يبقى الحسنه 10 امثالها، وانا لا ادري اي الحسنات سيثقل بها الميزان على التسبيحه دي، على التسبيحه. يبقى كان فضلنا تسبيحه، ما احنا ضيعنا دقائق وساعات. لو كانت الساعه دي سبحت فيها تسبيحه واحده، أو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير، أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لعلها كانت الحسنة، فاتت مننا الحسنة دي. فعلى ذلك يبقى ده انتبه، انتبه. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، الرغبة تظهر الرغبة، الإقبال كده الإقبال. وبرضك بنذكر قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، وإن ملائكة الرحمة يعني استندوا إلى إيه؟ قالوا أتى تائبا مقبلا على الله بقلب، إقبال يعني إقبال كده، يبقى إقبال، إقبال الحبيب على حبيبه، يعني إقبال الحبيب على حبيبه. وإلى ربك فارغب، تظهر إيه؟ رغبة، يعني كأني بنتظر كده ساعات الليل لكي أكون منتصبا من الله سبحانه وتعالى، بنتظر كده وقت يعني أنا أستقطع هذا الوقت من حياتي كده لكي أنظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى، لكي أستمتع بذكر الله عز وجل، لكي أستمتع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكي أستمتع بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب، فانصب وإلى ربك فارغب. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.